الحديث أكثر ينضم معنا عبر سكايب المحلل والباحث الاقتصادي الأستاذ علي الحازمي. مرحبا أستاذ علي، صباح الخير. صباح الخيرات. أهلا، صباح النور أخي ثامر واختصار، الله يحييكم. يا هلا فيك. خمسة أعوام يعني بعد التخطيط والدراسة وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، أي من وجهة نظرك أين وصلت الرؤية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت الرؤية إلى ما إلى 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 مراحل متقدمة حقيقة. في هذه الخمس سنوات كان هناك أربع أهداف رئيسية، ولو تحققت فقط هذه الأربع الأهداف لنكون قد حققنا يعني أرقام جيدة. أولا يعني بناء بنية تحتية تمكينية، تأسيس هياكل تشريعية ومؤسساتية، بناء سياسات عامة، إضافة إلى تمكين المبادرات. هذه هي الأساس الذي نريد أن نبني عليه هذه الرؤية، سواء برنامج تحول وطني 2020 أو رؤية المملكة 2030. المفاجأة بأن حقيقة الاقتصاد استجاب بشكل سريع وحققنا أرقام، هذه الأرقام من المفترض أنها تتحقق ما بين العام 2020 والعام 2025. أنا أعتقد من وجهة نظري بأن الأسباب أن الاقتصاد كان جاهز ولكن يريد إعادة هيكلة، يريد ممكنات. كثير من الوزارات كان لديها استعداد للتحول، ولكن كان هناك تكبيلا نوعا ما بسبب عدم وجود انتجريشن أو تكامل مع الوزارات والهيئات مع بعض. عندما بدأت هذه الرؤية وخطت خطواتها الأولى انطلقنا حقيقة بسرعة، وهي سرعة ليست مفاجئة، لأن الاقتصاد كل الممكنات في الاقتصاد كانت موجودة. أنا أتحدث هنا عن ممكنات مالية، عن ممكنات تشريعية نوعا ما، وأيضا وجود الويلنج أو الاستعداد لدى الجهات، أو بعض الجهات، أستطيع أن أقول بعض الجهات كان لديها الاستعداد لكي تنطلق. نعم. يعني دعني أنا أدلل بإحدى الوزارات كانت مذهلة حقيقة في التحول، وأنا أتحدث عن وزارة العدل. هذه الوزارة كنا نظن بأنها ستكون آخر الوزارات استجابة للتحول، ولكنها فاجأتنا حقيقة. تحول كبير في هذه الوزارة، رقمنا على مستوى عالي، وجود كتاب للعدل حقيقة كان مفاجئ بأن يتأقلموا مع التكنولوجيا ومع الرقمنة الجديدة. نعم، يعني وضعت يدك على نقطة مهمة جدا، وهي التكاتف ما بين الجهات والمؤسسات والأفراد من أجل تحقيق الأهداف، أهداف الرؤية، يعني إنجازات استثنائية، معالجة تحديات هيكلية. لو تحدثنا عن أبرز هذه المعالجات بشكل عام. نعم، أنا أتذكر عند بداية الرؤية كان هناك اجتماع لجميع الوزراء في إحدى الفنادق، وكان هناك يعني ورشة عمل. كان ولي العهد يريد من هؤلاء الوزراء أن يضعوا مبادراتهم وأن يضعوا المشاريع، وأن يلتقي الوزير بالوزير إذا كانت هناك مشاريع تتقاطع مع هذه الوزارات. ثقي تماما بأن مثل هذه الاجتماعات وورش العمل هي من وضعت النقاط على الحروف. أنا أتذكر بعد يعني تقريبا جلسوا حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر، وبعد ذلك كان في إعلاميين وكتاب موجودين في اليوم الأخير. كانت الرؤية واضحة بما نريد، يعني دائما إذا أردت أن تضع أهداف لابد أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس، أن تكون هذه الأهداف يعني مرنة قابلة للتحول ما بين وقت وآخر. ما يميز حقيقة هذه الرؤية بأن والقائمين عليها بأنهم حقيقة إذا حصلت هناك بعض الأخطاء لا يستحون بأن يقول أخطأنا هنا وسنصحح الآن. هذه يعني من الميزات. وأنا يعني واحد من التحديات الكبيرة التي كان تواجه الرؤية في اعتقادي على الأقل، كيف تقنع الشعب برؤية جديدة حقيقة على مستوى الدولة بشكل عام. خرجت لدينا ثلاث فئات، فئة تؤيد، فئة تعارض، وفئة مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الفئة التي تؤيد حقيقة هي فئة كانت تعلم ببواطن الأمور، أو تعلم أو لديها بعض النولج الاقتصادي والسياسي، وتعلم بأن النفط هي سلعة قابلة للانتهاء في أي وقت. الفئة المعارضة هم كانوا يخافون ويخشون التغير، وهم في مرحلة الكومفورتبل زون أو منطقة الراحة، وليس لديهم استعداد لتقبل أي تغيرات. الفئة المذبذبة كانت تؤمن بالتغيير ولكن بشروط. كانت تقول بأننا نستطيع بناء هذه الرؤية إذا كانت هناك مكافحة للفساد، لا تنمية مع وجود فساد. فأتت حقيقة الرابع من نوفمبر العام 2017
كان هي كلمة ولي العهد التي أقنعت هذه الفئة الثالثة، أما الفئة الأولى فإحنا منتهين. الآن في الأرقام والمؤشرات التي خرجت علينا في العام 2020 أقنعت الفئة المعارضة، الآن أصبح هناك أرقام على الواقع والمؤشرات. ما يميز هذه الأرقام والمؤشرات إنها لا تأتي من جميل. الداخل، هي تأتي من المنظمات الدولية. جميل أستاذ علي، يعني ما أبرز التحديات التي واجهت الرؤية؟ هناك تحدي كبير يمكن مر على الدول جميعها وجائحة فيروس كورونا، كيف تعاملت الرؤية معها؟ أؤكد لك بأن هذه الجائحة لو حصلت ونحن من غير برنامج تحول وطني ومن غير رؤية 20-30 ثق تماما بأن الوضع سيكون ديزاستر، الوضع كان سيكون كارثي. نعم، فيروس كورونا إضافة على هبوط في أسعار النفط، على فكرة الأسعار التي وصلت إليها أسعار النفط ما دون $20 هذه لم تحدث يعني في التاريخ، يعني نتحدث عن نزول من مستويات $65 إلى أقل من $20، هذا يعني بأن اقتصادك الذي يعتمد على الإيرادات النفطية أو 90%، لو فرضنا بأنه ليس لدينا رؤية 90% إلى 92% هذه إيرادات صفر الآن، من أين تستطيع أن تمول مثل هذه يعني مثل النفقات الحكومية؟ فقط الرواتب القطاع العام والحوافز تصل إلى 533 مليار ريال، لذلك الرؤية كانت واحدة من المصدات القوية. وأنا يعني أهنئ القائمين خاصة من الوزراء وعلى رأسهم حقيقة ولي العهد، عندما يخرج لديك الوزير ويقول لك بأننا قادرين على أن نجابه هذه الجائحة ونستطيع أن نجابهها صحيا وماليا، أنت كمواطن تشعر بالفخر حقيقة. أنا كنت أتابع بعض الصحف الغربية تتغنى بما وصلت إليه المملكة، انهيارات في القطاع الصحي لدول متقدمة، في المقابل المملكة تغدق صحيا على المواطن والمقيم. صحيح. المملكة تذهب إلى الأسواق العالمية لكي تقترض بفائدة سالبة، هذا يعني بأن المملكة أصبحت واحد من الملاذات الآمنة اقتصاديا. حقيقة لابد أن نفاخر فيها ونتحدث صحيح. عن هذا الأمر يعني. وأنا أتحدث يعني 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 حقيقة عندما أظهر في إحدى البرامج الغير سعودية، والله لا أقوى يعني يعني أنا يعني لا أستطيع أن أعبر بهذا الفخر الذي أنا أنتمي إلى هذا الوطن. ما يميزنا الآن في هذه الرؤية بأن حتى المستثمرين الخارجيين دائما عندما يريد المستثمر أن يستثمر أن يبحث عن بلد خالي من الصراعات السياسية، بلد مستقر اقتصاديا، بلد مستقر اجتماعيا. هذه التحولات التي حصلت يعني في 4 أو 5 أعوام لم تكن لتحدث لولا وجود لدينا قيادة مصممة على إحداث هذه الرؤية، وأيضا لدينا شعب متقبل لما يحدث من تغييرات. نعم، يعني في نقطة الاستثمارات يمكن كمان تعزيز دور مكافحة الفساد وتوفير بيئة خصبة مناسبة للاستثمارات العالمية أن تأتي إلى المملكة العربية السعودية، أيضا للمستثمر السعودي بأن يستثمر، أيضا لرواد الأعمال والشباب السعوديين الذين يرغبون في خوض تجربة ريادة الأعمال. كل هذه التشريعات والضوابط وأيضا مكافحة الفساد يمكن كانت هي اللبنة الأساسية لدعم الاستثمارات داخل المملكة العربية. لا ننسى أيضا المبادرات والبرامج كصنع في السعودية وبرنامج شريك. نعم، المملكة اليوم لديها قناعة بأن ثروة الأمم هي تكمن في صناعتها وفي رأس مالها البشري، هذا أمر يعني لا خلاف عليه. أن النفط أو الثروات الطبيعية ما هي إلا إيرادات سنوية، عندما تصل الدولة إلى هذه القناعات ثقي تماما بأننا نسير على الطريق الصحيح. لذلك نلاحظ بأن هناك ممكنات لرواد الأعمال، نتحدث عن هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة، نتحدث أيضا لدينا رأس المال الجريء، نتحدث بأن هناك فندنج أو تمويل كبير لمثل هذه المشاريع. أيضا المملكة تؤمن بأن الصناعات الوطنية هي المحرك القادم، يعني نتحدث في عام 2016 كان لدينا 7000 مصنع، اليوم نتحدث عن 9500 مصنع، يعني 2500 مصنع في غضون 4 سنوات. نتحدث لدينا يعني اكتملت كثير من المدن الاقتصادية، من المدن الصناعية، لدينا اليوم تقريبا أكثر من 35، لدينا أيضا مدن اقتصادية. أمر مهم، المملكة الآن تؤمن بأن الثروات الطبيعية لابد أن يحصل عليها تحويل وبعد ذلك تصدر. من هذا المنطلق
قامت المملكة بتحويل مدينة جازان الاقتصادية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. تحويلية بمعنى بأن المواد الخام التي مثلا برميل النفط الذي يخرج لدينا بستين دولار الآن سيصبح عليه صناعات تحويلية، هذا البرميل سينتج تقريبا أو نصدر منه ما يصل إلى الألف ومئتين دولار. لذلك هذه الممكنات والتحويلات التي حصلت حقيقة الآن لا نتحدث عن صناعة، نتحدث عن قطاع التعدين، نتحدث عن قطاع الصناعة، نتحدث عن بنية تشريعية، جذب استثمارات خارجية. يعني عندما تجتمع هذه كلها في بوتقة واحدة، يعني هذا يعني بأن صاحب القرار يعلم ماذا يحدث حقيقة، لأنه يعني كثير من الدول لديها وبعض الدول لديها بعض الرؤى، يعني دائما يبدأون ببنية تشريعية بعد الانتهاء منها الذهاب إلى بنية مثلا تحتية بعد ذلك يذهبون إلى التنفيذ. لا، المملكة كل هذه الأمور تمشي بالتوازي مع بعض. الآن ما بين 2020 و2025 هي مرحلة التنفيذ ومرحلة الإنجاز وتمكين المواطن وتمكين القطاع الخاص. يعني نحن من 20 إلى 25 سنبدأ نجني الثمار بشكل كبير بإذن الله. جميل. أستاذ علي، يعني قفزات متنوعة في جميع المجالات، قطاع السياحة، قطاع العقاري، حتى قطاع الصادرات غير النفطية، ما هو من وجهة نظرك ما هو أكثر قطاع ساهم بشكل كبير في تعزيز هذه الرؤية ونموها وصار النمو لديه مستمر ومتسارع؟ نعم، أنا أشيد بكلمة قفزات. نعم، نحن قفزنا قفزات حقيقة في المؤشرات، وإذا مثلا شاهدنا منظمة الشفافية العالمية كيف قفزنا في مؤشرات الفساد إلى مؤشرات متقدمة، كيف حصل تمكين المرأة كانت مشاركتها 19% الآن وصلنا إلى 33%، كيف القطاع، كيف مستهدفات الآن مشاركة المنشآت بكل فئاتها الصغيرة المتوسطة والكبيرة وصلت إلى مستويات 42% والمستهدفات 65%. لذلك أنا أرى بأن المستهدفات التي وضعت للعام 2030 هي حقيقة ربما تتحقق بشكل كبير في العام ما بين العام 2025 والعام 27. أنا في اعتقادي أرى بأن القطاع السياحي لعب دور كبير، خاصة يعني عندما نلاحظ بأن هناك قفزات، يعني وأيضا نتحدث عن قطاع التعدين. قطاع التعدين المملكة تراهن عليه بأن يكون الخيل الثالث المشارك في الناتج المحلي. نحن نتحدث عن قطاع النفط ونتحدث عن قطاع البتروكيميكال، نتحدث عن قطاع التعدين. ما يوجد في المملكة اليوم تقريبا من ثروات معدنية تصل إلى 5 تريليون ريال، وهذا رقم كبير. الآن المملكة تبحث على الممكنات لإخراج هذه، يعني إخراج هذه الثروات. وأنا دعني، يعني هناك أحد البرامج التي تذاع في إحدى القنوات ويأتي في رمضان، كان في كل رمضان يأتي بتجارب الدول المتقدمة. فخر لنا بأن هذه السنة يذاع إنجازاتنا في غضون 4 سنوات فقط. يعني الآن نتحدث عن إنجازات على الصعيد البيئي، صعيد اللي هو التغيير المناخي، على الصعيد كل القطاعات والأصعدة كان فيها تميز وكان فيها تقديم لخبرات وخطط لتنفيذ أهداف الرؤية. والنقطة الرئيسية والمهمة جدا التي تحدثت عنها أستاذ علي وهي التكاتف ما بين الجميع من أجل تحقيق هذه الأهداف والنهوض بمستقبل المملكة العربية السعودية، وكلنا فخر بالتأكيد بذلك. الباحث الاقتصادي علي الحازمي، شكرا جزيلا لك.